ظهور جديد لأبو حور نجم ومشهور سناب شات بعد آخر موقف له تعرض لإساءة المعلمين، وقد ظهر بفيديو ذكر فيه أن جل من لا يخطئ. وقد ظهر مؤخرا وداعب أحد أصدقائه لايف على سناب شات بعد زيارته أحد أصدقائه في السجن ورقص معه، وسخر منه رواد مواقع التواصل الاجتماعي على هذا المقطع سخرية عارمة.